أنا أم مصطفى من منطقة بلجورة. طبعا جيت لهذا البلد إلى أستراليا عام 2004، وطبعا اللي لقيته باستراليا ما لقيته ببلدي. شفت الأمان وشفت الاستقرار، بس اللي مثل ما يقول يألمني واللي يحزب نفسي أنه بلدي مو أمين، ففقدت بي الأحبة وفقدت الأهل وفقدت الوطن، لكن لقيت وطن ثاني احتضني، وهذا الوطن هو استراليا، وأنا حبيته كثير وأتمنى إلى التقدم والازدهار. الحمد لله العناية الصحية، العناية الاجتماعية، بعدين الأمور اللي يتمناها كل كبير، الهدوء والطمأنينة. والله العناية جدا عالية وجدا يعني مهمة عندهم، وهنا أنا بالنسبة لهم الشخص المسن والشخص الكبير يرعون رعاية اجتماعية وصحية وكل الأمور، حتى ثقافية، فاتحين جمعيات كثيرة بحيث يحتضنون الكبار حتى لا يملون من أوقات الفراغ الموجودة عندهم. فيتعلم حتى اللي يكون إنجليزيته قليلة راح يتعلم كلمات إنجليزية جديدة. كنت مسؤولة عن مدرستين، أنا مديرة مدرستين تحتوي على 65 معلمة وعلى 1350 طالب، والحمد لله كنت موفقة، وكنت نتائج الامتحانات ونتائج النجاح كانت جدا جيدة، فالحمد لله خدمت بلدي. بس مع الأسف اللي صار بيها ما كان يسر الخاطر. والله عندي رسالة إلى بلدي وإلى أحبائي وإلى أقربائي وإلى كل من أحبهم وكلهم أحبهم في العراق، أن يكون بلدي آمناً مستقراً مطمئناً، وأن تزول عنا هذه الطائفية، وأن يرجع إلى ما كان سابقاً إن شاء الله. والله هذه الفكرة، فكرة أنه يساعدون الناس الكبار السن في تنظيف وترتيب وزرع الحدائق مالتهم، هذه فكرة جدا ممتازة جدا مريحة، بحيث يشعر الشخص المسن يشعر براحة، يشعر بجمالية من يشوف الحديقة مالته تكون مرتبة ومنظرها جميل جدا. فأتمنى هذه الفكرة تسود بكل البلدان، لأنه الشخص اللي يكبر في سنه يحتاج إلى من يساعده ومن يمد له يد العون.